أهلا بكم مشاهدينا الكرام، وهذه التغطية لمجريات الأحداث من خلال استوديو الآن على شاشة أكسترا نيوز. قمة مصرية أمريكية تجمع الرئيس عبد الفتاح السيسي مع نظيره الأمريكي دونالد ترامب في العاصمة الأمريكية واشنطن. من المنتظر أن تشهد القمة مباحثات حول تعزيز الشراكة الاقتصادية والاستثمارات المشتركة، إضافة إلى العلاقات المصرية الأمريكية من مختلف جوانبها والملفات الإقليمية في المنطقة. للمزيد تنضم إلينا من واشنطن مفادة أكسترا نيوز إلى هناك لما جبريل. أهلا بك لما، وزيارة مرتقبة من الرئيس السيسي إلى واشنطن ولقاء بالرئيس الأمريكي، ما هي أجندة لقاءات الرئيس؟ شادي، اهلا بك، اهلا بكم مشاهدينا الكرام، ما زلت اتابع مع حضراتكم ولحضراتكم كل ما هو جديد من هنا من واشنطن دي سي. انا الان متواجده امام البيت الابيض تحديدا، وعن اجنده الاعمال شادي رئيس من المتوقع ان يصل حوالي الساعه 1:30 بعد ظهر بتوقيت واشنطن دي سي. من المفترض ايضا او من المحتمل، يعني حتى الان هي معلومه، ان يكون هناك لقاء محتمل بينه وبين وزير الدفاع في اليوم وليس غدا. وايضا هناك فعاليه نظمتها الجاليه المصريه ستعقد حوالي الساعه 11:00، يعني كمان ساعه بتوقيت واشنطن. هذا لليوم، واعتقد انه بمرور اليوم سيكون هناك مزيد من التفاصيل حين يصل الرئيس عن تفاصيل يومه. اما بالنسبه لغدا، من المفترض ان تبدا القمه المصريه الامريكيه الساعه 12:00 ظهرا، والبداية بكلمة ترحيب كما هو البروتوكول في البيت الأبيض بين الزعيمين أمام الصحافة، ومن ثم تبدأ الجلسات بين الرئيسين. بعد ذلك هناك غداء يعني على شرف رئيس المصري والوفد المرافق له. أيضا من المتوقع غدا أن يحضر رئيس اجتماعات لغرفة التجارة المصرية الأمريكية، وأكيد لقاءات ثنائية على هامش هذا اللقاء وهذه القمة بين الرئيسين كما تعودنا في أو من خلال زيارات الرئيس عبد الفتاح السيسي والوفد المرافق له. هذا بالنسبة للأجندة حتى الآن شادي، وأكيد سأوافيكم بمزيد من التفاصيل حين ورودها وحين قدوم الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى واشنطن دي سي يعني بعد الظهر. نعم، لما أنت هناك منذ عدة أيام وأجريت لقاءات مع يمكن مسؤولين في الولايات المتحدة وأشخاص يعني ذات يعني نفوذ هناك، كيف يعني ينظر كل من التقيت بهم إلى هذه الزيارة في ظل العلاقات المصرية الأمريكية الاستراتيجية؟ الحقيقة شادي أنه يعني أجريت عديد من اللقاءات، إذا كان مع أشخاص قائمين على مراكز أبحاث هامة هنا في الولايات المتحدة الأمريكية، أو حتى أشخاص كانوا يعملون في إدارات سابقة، مستشارين لوزراء خارجية ودفاع وهنا في الولايات المتحدة الأمريكية. والحقيقة أنه كله يرى أنه تقييد هام جدا، ليس فقط لما يحدث في المنطقة ولكن العالم كله، والكل أيضا يرى واجتمع على كلمة واحدة وهي أهمية التواجد المصري الآن، وهو أهمية الملف المصري الآن. والحقيقة أنه كنت ذكرت أنه العديد من البيانات والتقارير التي خرجت عن الصحافة الأمريكية أو حتى ضيوفي ذكروا أنه مصر الآن أصبحت حجر الزاوية، العمود الفقري للمنطقة وللإقليم. والحقيقة أنه أيضا كان لي لقاء مع أحد مساعدين وزيرة الخارجية ووزير الدفاع في إدارة جورج بوش الابن الرئيس، وذكر انه ليس هناك صفحه جديده، يعني بعض التقارير ذكرت انه هناك بدايه جديده، صفحه جديده بين البلدين، ولكن الحقيقه هو قال حاجه ثانيه، هو ذكر انه هي ليست صفحه جديده ولكنها عوده مرة أخرى لما كانت عليك العلاقات المصرية الأمريكية القوية القديمة العميقة. هي كلها مصطلحات تستخدمها وسائل الإعلام الأمريكية في وصف العلاقات المصرية الأمريكية شادي. الجالية المصرية، ذكرتي أن هناك فعالية اليوم، وكنا قد ذكرنا قبل ذلك أنه يعني معظم هذه الجالية يمكن بتتركز في نيويورك وليس واشنطن، ولكن يعني جزء كبير منهم جاءوا إلى العاصمة الأمريكية للترحيب بالرئيس السيسي. يعني هل التقيت بأي من الجالية المصرية في واشنطن؟
الحقيقة شادي التقيت وهم حريصين جدا بدعم الرئيس في سفرياته إلى الولايات المتحدة الأمريكية بتقديم هذا الدعم بصورة أو بأخرى لرأي العام الأمريكي، إذا كان من خلال ندوات أو من خلال فعاليات هنا في وجود الرئيس. والحقيقة أنه كلها فعاليات ليس فقط للدعم ولكن لمناقشات بشكل واسع هنا للجاليات أو الجالية المصرية في الولايات المتحدة الأمريكية لكل ما يحدث في مصر، إذا كان بشكل مصغر للحوار المجتمعي حول أبرز الاقتراحات على تعديل الدستور أو غيره من ربما مجريات تحدث في الداخل المصري، لأنه أعتقد أنه مشهد هام جدا هنا في الولايات المتحدة الأمريكية للجالية المصرية. وأيضا بالأمس حضر في هذه الفعالية بعض الصحفيين المصريين الذين جاءوا مع وفد الرئيس لحضور القمة وبعض الإعلاميين أيضا البارزين. شكرا جزيلا لك لما جبريل، كنت معنا من واشنطن. بالتأكيد سنعود إليك مرات ومرات للوقوف على هذه الزيارة من الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى العاصمة الأمريكية واشنطن ولقائه بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب. شكرا لك. شكرا شادي. هاتفيا معنا الآن السفير نبيل بدر مساعد وزير الخارجية الأسبق. أهلا بك سعادة السفير. أهلا بك يا شيخ. أهلا بحضرتك. بتتسم طبعا العلاقات المصرية الأمريكية بالاستراتيجية، ما هي رؤوس المصالح المشتركة الآن بين مصر والولايات المتحدة؟ يعني بداية أنا بدي أقول حاجة، لأنه الحديث كثير عن التوقيت الزيارة، توقيت الزيارة بالغ الأهمية. نعم. لأسباب حتى إن كنت يعني أطرق في عجالة فلا بأس من الإشارة إليها. أولا الموقف العالمي موقف يتميز في الوقت الحالي بدرجة من عدم التحديد ميوعة معينة. يعني ظل العلاقات القادمة ظهور قوة جديدة، إعادة ترتيب المصالح تبعا لهذا، طبيعة المشاكل الموجودة، طبيعة التحالفات إلى آخره. اثنين، أن من طبيعة هذا الأمر أيضا أنه بالنسبة للولايات المتحدة نفسها هناك بالتأكيد تحديات بينها طبعا المنافسة في الصين والتوجه للشرق. نمرة ثلاثة، أن منطقة الشرق الأوسط بطبيعتها منطقة رئيسية أولا من حيث المصالح في مجملها، ليست قضية البترول كما كانت في الماضي، إنما الموقع والارتباط بأوروبا إلى آخره. ومن ثم أهمية وجود ركائز لعلاقات تتميز بالمصداقية وبالثقة في الاستقرار والاستمرار، وأولها بالتأكيد كما يبرز وليس هذا مجاملة من جانب إعلام أمريكا أو غيره، الدور المصري. قراءة الدور المصري هنا تتأسس أولا ليس فقط على طبيعة التطورات التي حدثت في مصر منذ 30 يونيو وهي تطورات مهمة جدا. اثنين، ما عبرت عنه من طبيعة هذا الشعب وطبيعة الإصلاحات التي تتمت، الالتئام الوطني الطبيعي التاريخي في مصر، الإصلاح الاقتصادي رغم الصعوبات القائمة بطبيعة الحال. ثم في نفس الوقت قراءة المستقبل أن هذه المقاومات في طبيعتها في ظل الأوضاع المحيطة مؤهلة للنمو وللاستمرار وللاستقرار، وأن تؤثر أو أن يزداد تأثيرها في المنطقة بحكم الموقع الاستراتيجي لمصر على المستوى العربي، على المستوى الإفريقي، على المستوى المتوسطي، وأهمية إقامة هذه العلاقة على هذا النحو. عندما نأتي في ظل هذا تبرز بطبيعة الحال الملفات. نعم. التي تعنينا وتعني الولايات المتحدة كما تفضلت بالإشارة. يعني طبعا هذا الاستقرار له مقومات معينة، وبينها بطبيعة الحال التعامل مع الملفات الساخنة أو الملفات التي سوف تستغرق وقتا أو الملفات المزمنة، مثل القضية الفلسطينية ما حدث فيها. الملفات الساخنة كما نراها مثلا في سوريا، موجودة في ليبيا، موجودة في اليمن، وموجودة أيضا فيما أقحم هذه المشكلة على هذه المنطقة ظلما وعدوانا، من ملفات يعني طبعا أحيت أحقادا ومتاعب قديمة، قضايا الطائفية، قضايا استغلال الدين في السياسة، والجماعات التي تدعي صلة بالدين وهي تبحث عن مواقع لتوجيه الأمور لصالحها، طبيعة التدخلات الخارجية الإقليمية التي تحدث هنا في شمالنا كما نعلم، سعى
شرقا وغربا، يعني بالتحديد اكثر ايران تركيا وتاثيرها في المنطقه. اذا هذه القضايا الاستراتيجيه يبرز فيها الدور المصري كجزيره تستطيع ان اولا بتؤكد هذا الدور وبان تعاون الاخرين. من ثم هذه القضايا كلها مطروحه، بمعنى تبادل تشاور على المستوى الرئاسي وهو مطلوب تماما، لانه طبيعه القرار في امريكا طبيعه معقده نظرا لتداخل الحلقات. عندنا الاداره، عندنا الخارجيه، الكونغرس، السي اي اي الى اخره، ثم الراي العام بطبيعه الحال. الرئيس السيسي يتحرك على خلفيه تمتع فيها بالمصداقيه وبالتقدير رغم المراحل التي تعرضت فيها مصر كلها لهجمات كما هو معلوم من الجماعه اياها وممن يقفون معها ومن اصحاب المصالح هنا وهناك. هنا على هذه الخلفيه بالتاكيد سوف تكون فرصه لطرح هذه الامور، ثم يضاف اليها بطبيعه الحال مثلا مسائل مستجده وعلاقتها بتحقيق الاستقرار ووجهه النظر المصريه فيها، يعني قضيه مثلا مثل قضيه القدس او قضيه الجولان معروفه، مصر اوريدي اعلنت موقفها من هذا، موقفها الرسمي. من ثم علاقتها بهذا الموضوع وايضاح ذلك بكل ابعاده اعتقد امر مهم جدا. اذا سوف تطرح هذه الملفات الساخنه التي تاتي ضمن الاستراتيجيه الكليه او الواسعه التي تهتم بها الولايات المتحده والتي تعني مصر، والتي تاكيدا مصر تمثل علاقه وصداقه لها قيمتها ولها وزنها بالنسبه للتواصل مع الولايات المتحده. يتفرع من ذلك طبعا تفريعات كثيره جدا. نعم، يعني لكن سيادة السفير ممتاز جدا، يعني كل ما ذكر فيما يخص ملفات الشرق الاوسط واحتياج الولايات المتحده لقيمه وثقل مصر في منطقتها ومحيطها في المساهمه في حل هذه القضايا، ولكن ايضا توجد العلاقات الثنائيه المصريه الامريكيه، هذه علاقات ايضا غايه في الاهميه، هناك تبادل تجاري يبلغ 8 مليارات دولار بين مصر والولايات المتحده، الرئيس السيسي عندما يذهب الى الولايات المتحدة أو أي بلد آخر يضع أيضا العلاقات الاقتصادية على رأس أولوياته، كيف يمكن لهذا اللقاء أن يدفع بالعلاقات الاقتصادية والتعاون الاقتصادي والاستثمارات الأمريكية في مصر إلى الأمام؟ بالتأكيد سوف يكون له تأثير كبير جدا. الرئيس السيسي عندما يقوم بزيارته للبيت الأبيض ويحدث هذا اللقاء، الزخم الإعلامي المحيط بذلك، التواصل المتوقع الذي سوف يحدث على في اطار الكونغرس مع الراي العام، ثم التواصل ايضا مع الجهات التي تتخذ القرار بالنسبه للجانب الاقتصادي، يعني مثلا موضوع المنطقه الحره، موضوع كما تعلم استاذ شادي مثار منذ سنوات، يعني ما الذي حدث في هذا وكيف يمكن ان تتطور الامور في هذا الاتجاه، وكيف يمكن ان تسهم في التطوير. الامر الثاني، كيف يمكن ان يزداد الاسلام في منطقه استراتيجيه مثل المنطقه الاقتصاديه في قناه السويس، وهنا ليست قضيه معونات، هي قضيه نفع متبادل. صحيح، يعني هناك طرفان الاثنين مستفيدين، الاثنين بيكسبوا من هذه العلاقه. ثم الدعوه لها والتواصل في اطار معين، ثم ياتي بعد ذلك بالتاكيد واعتقد انه اقتراح قد يكون مفيدا، هو ربما الإشارة إلى مشروعات مقترحة قد يمكن وضعها في المقدمة وتسليط الضوء عليها، ومن ثم جذب الانتباه الأمريكي على مستوى الرأي العام وعلى مستوى رجال الأعمال. وأقول استطرادا من هذه النقطة أنه من طبيعة هذه الأمور التي تفضلت بالإشارة إليها في العلاقات الثنائية بالغة الأهمية مثل الجانب التجاري، طبعا في علاقات ثنائية أخرى متفرعة، هي بالتأكيد تحتاج إلى متابعة، وهذه المتابعة أيضا يمكن الاتفاق على أسلوبها ووسائلها خلال المرحلة القادمة. هذا بالنسبة للقضايا ذات الطبيعة الاقتصادية وهي بالغة الحالة. ثم الربط بين هذا كله بالتأكيد ورؤية استراتيجية التي تدعم مصر في مجملها وقوتها الشاملة التي تأتي من خلال إنجازات معينة، نموذج معين، تغلب على صعوبات معينة،
احتداء هذا وتأثيره في المنطقة، ثم اتصال ذلك كله بالفاعلية التي أثبتتها مصر في قضايا مثل محاربة الإرهاب. نعم. وأعطت في ذلك بالتأكيد مثالا مقنعا لا يختلف عليه اثنان. ثم رغم الصعوبات الاقتصادية، الوقفة المصرية الداخلية التي كانت رسالتها لكل من يعنيه الأمر أن هناك رأيا عاما وصلابة مصرية حقيقية تستدعى وقت اللزوم ويمكن الاعتماد عليها. هذه رسالة ثانية. اثنين أو ثلاثة من هذا المنطلق دعموا كل هذا بصورة تؤدي إلى التغلب على عقبات، تيسير الأمور، زيادة الدعم وزيادة المنفعة المتبادلة فرصة مهمة. لا. إنما خارج هذا النطاق العام تأتي أهمية التخصيص، بمعنى إذا كانت هذه عناوين عامة يندرج تحتها اقتراحات محددة كما ذكرت في منطقة التجارة الحرة، كما ذكرت في اقتراح مشروعات معينة إلى آخره، والاتفاق على الأسلوب الأمثل لمتابعتها خلال هذه الجامعة. طيب. طبعا هنا أشكرك شكرا جزيلا على هذه المداخلة وهذا التحليل، السفير نبيل بدر مساعد وزير الخارجية الأسبق. المزيد عن العلاقات المصرية الأمريكية واللقاءات المشتركة بين الرئيس عبد الفتاح السيسي ونظيره الأمريكي دونالد ترامب في سياق العرض التالي. العلاقات المصرية الأمريكية. في سبتمبر 2016 التقى الرئيس السيسي في نيويورك دونالد ترامب عندما كان مرشحا للرئاسة الأمريكية. بحث اللقاء قضايا مكافحة الإرهاب والحرب على داعش، كما تناول التنمية الاقتصادية والاستثمار في مصر. وفي إبريل 2017 عقد اللقاء الرسمي الأول بين الرئيس السيسي ونظيره الأمريكي ترامب بالبيت الأبيض. بحث اللقاء سبل تعزيز العلاقات الاستراتيجية بين البلدين، كما تناول الأزمات القائمة بمنطقة الشرق الأوسط وجهود مكافحة الإرهاب. في مايو 2017 التقى الرئيس السيسي ترامب بالرياض على هامش القمة العربية الإسلامية الأمريكية، وأكد الرئيسان حرصهما على مواصلة تطوير الشراكة الاستراتيجية وتعزيز التعاون بين البلدين على مختلف الأصعدة. في سبتمبر 2017 التقى الرئيس السيسي ترامب على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة. بحث اللقاء عددا من الملفات الإقليمية والدولية، من بينها سبل إحياء عملية السلام. وفي سبتمبر 2018 التقى الرئيس السيسي ترامب على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة. بحث اللقاء سبل زيادة حجم الأنشطة الاستثمارية للشركات الأمريكية في مصر، وأكد الرئيس السيسي موقف مصر الثابت تجاه القضية الفلسطينية. وفي إبريل 2019 يزور الرئيس السيسي واشنطن للقاء ترامب لبحث تعزيز علاقات الشراكة التي تربط بين مصر والولايات المتحدة، بالإضافة لمواصلة المشاورات الثنائية حول القضايا الإقليمية وتطوراتها. العلاقات الاقتصادية. تعتبر الولايات المتحدة الأمريكية أكبر شريك اقتصادي لمصر منذ أواخر حقبة السبعينيات، حيث تحتل مصر المرتبة 52 في قائمة أهم شركاء الولايات المتحدة التجاريين، كما تعمل أكثر من 1000 شركة أمريكية في مصر. العلاقات العسكرية. النجم الساطع أبرز التدريبات المشتركة لتبادل الخبرات في مجال مكافحة الإرهاب. العلاقات المصرية الأمريكية. تعد مصر الأولى إفريقيا بنسبة 35.4% والثانية بالشرق الأوسط من حيث حجم الاستثمارات الأمريكية في المنطقة، حيث بلغت الاستثمارات الأمريكية المباشرة في مصر نحو 22.6 مليار دولار.
وصل حجم التبادل التجاري بين 11 إلى 54.5 مليار دولار بنسبة زيادة 34.6%. زادت الصادرات المصرية للولايات المتحدة الأمريكية عام 2018 بنسبة 26.93%. مصر أمريكا، شراكة من أجل التنمية. ما زلنا معكم مشاهدينا في استوديو الآن على شاشة إكسترا نيوز، مزيد من المتابعات بعد هذا الفاصل.